لم تعد الأغنية الفلكلورية الموصلية التي تقول صاح القطار قوم انزلي كن وصلنا حمام علي تتماشى مع هذا المشهد. فالقطار أصابه الصم ونخر الإهمال جسده، فمنذ أعوام وهذا المكان يعمه الهدوء. لم تعد هذه القاطرات تصفر، ولم تعد عجلاتها تعزف ضجيجا لذيذا على هذه السكة. لكن مؤخرا كان لشركة السكك الحديدية رأي آخر ربما سيغير هذا المشهد. بدأت كوادرنا الهندسية بإعادة تأهيل خط بغداد الموصل، ومنذ يعني فترة قصيرة جدا بدأ العمل في هذا المشروع أو التأهيل، وتم إنجاز معظم الخط، وحاليا احنا في المراحل الأخيرة إن شاء الله في الوصول إلى محطة الموصل. نقل البضائع دون المسافرين كان مستمرا حتى عام 2014، فبعد سقوط المحافظة بيد داعش توقف كل شيء وتقطعت أوصال المدينة. ستسهم خطوة الربط السككي بين بغداد والموصل في تحريك بركة الركود الاقتصادي الذي تشهده نينوى منذ أعوام. تمثل شبكة أو خطوط سكة الحديد أحد الوسائل الرئيسية لتسهيل النقل التجاري ونقل الركاب، لأنها تعتبر من الوسائل النقل المخفضة التكاليف والسريعة والآمنة، وهذه النقطة المهمة عندنا في يعني في العراق، لأنه ربما موضوع الأمن يعني موضوع حساس ويترتب عليه عوائد وتكاليف اقتصادية، لا سيما احنا نلاحظ يعني القوافل التجارية البرية تتعرض لسيطرات كثيرة وأحيانا تتعرض لابتزاز، وهذا يؤدي إلى رفع التكاليف يعني بشكل كبير. أما سكة الحديد اليوم إذا يعني توفرت، خاصة إذا امتدت إلى الحدود التركية، فستكون وسيلة مهمة لتنشيط النقل التجاري. يأمل الموصليون أن تنفذ هذه الخطوة بجدية، فأهالي المدينة تواقون إلى مقاعد القطار، فعلاقتهم معه حميمية منذ القدم، إضافة إلى شوقهم لسكة خالية من مطبات طريق موصل بغداد الذي أكل من مفاصلهم الكثير. إعمار محطة قطار الموصل مهم جدا لتنفيذ مشاريع الإعمار في محافظة نينوى، خاصة وأن يعني الطريق ما بين الموصل وبغداد حاليا طريق يعني غير صالح، يعني يكلف المواطن الكثير من الجهد والوقت والتكلفة، بالإضافة أنه نتمنى أن يكون هناك يعني تجديد أمني على هذا الطريق. من الموصل محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.